واحد بيتجوز وعنده اطفال، ثلاث اطفال، فالراجل اللي عنده ثلاث اطفال ده بعد عنكم جاله تعب في القلب، فلما جاله تعب في القلب حصل ربكة في البيت. ليه؟ لانه له اخ شاب مات بالقلب وابوه مات بالقلب، فامه طبعا كانت صدمة بقى، قالت يعني معقولة اشرب نار جوزي ونار ابني وابني التالت كمان ويسيب اطفال؟ فراحت المغارة او الطاحونة بتاع البابا كيرلس، وقفت هناك قدام صورته وقلت له مش ممكن ابدا يرضيك، انا جايالك زي المرأة الكلعانية اللي وقفت قدام المسيح وقال لها لا يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب، شبهني زي ما انت عاوز تشبه، قول عليا اللي انت عايز تقوله، لكن انا مش عايز اشرب ناره واشوف عياله يعني ايتام ومراته ارملة. بتقول لقت البابا كيرلس بيضحك لها في الصورة ويقول لها خلاص، فالست جالها حالة هستيريا كده، خلاص البابا كيرلس بيقول لي ايه؟ خلاص. رجعوا خدوه عملوا له رسومات قلب تاني، طلع القلب ايه؟ الدكتور راح قال له مين قال لكم ده عنده القلب؟ قالوا دي الرسومات اهي. قال لا لا، الرسومات دي مش بتاعته، دي بتاعت حد ايه؟ حد تاني غير المستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. وصدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. عم لبيب راجل طيب من الزقازيق، وبتوع الزقازيق ناس طيبين قريبين للصعايده يعني اللي انا منهم. وعم لبيب كان عيان، لكن وهو عيان صحي من النوم بيقول لمراته اندهولي البت اللي متجوزه في مصر، واتصلوا باخويا اللي ببنها اجمعوا لي العيله كلها عشان انا خلاص. اتلمت مراته واولاده، ليه يا بابا؟ في ايه؟ انت ليه صاحي بتقول كده؟ قال لهم ابدا يا اولاد، انا اصلا حلمت بالبابا كيرلس، والبابا كيرلس لقيته جايب معاه عيش، فبيديكوا كل واحد رغيف. فانا قلت له طب يا سيدنا انا ما خدتش. قال لي خلاص العيش خلص يا لبيب، فطالما البابا كيرلس قال العيش خلص يبقى العيش ايه؟ خلص. اتصلوا ببنته اللي في مصر، واتصلوا باخوه اللي ببنها، وقاعدين معاه قعده حلوه، وبيقول اه يا سدري سند ظهره لورا، وبيدوروا على عم لبيب، لو عم لبيب العيش بتاعه ايه؟ خلص. وصدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. البابا كيرلس قال له العيش خلص، خلاص احنا هنعدل على البابا كيرلس. مرة البابا كيرلس واقف في البطرخانة في صالون الاستقبال، وهو واقف في صالون الاستقبال لقى واحد كده افندي، قال له تعال يا ابني تعال، ده انت صاحب عيال وحملك تقيل، تعال يا ابني. الراجل بص له كده قال له انا سيدنا؟ قال له ايوه يا ابني. قال له ده انا سيدنا ما عنديش الا بنت واحده. قال له ما انتش فاهم يا ابني، ده انت حملك تقيل وصاحب عيال. قال له يا سيدنا صدقني انا ما عندي الا ايه؟ الا بنت واحده. قال له طب يا ابني بكره تفهم. بكره ايه؟ ليه اخ راجل صنايع على قد حاله كده عنده سبع عيال، ففجأة اخوه ده تاني يوم مات؟ مين ملزم بتربية عيال اخوه؟ هو اللي عنده ايه؟ اللي عنده بنت واحدة. راح لقال له يا سيدنا، قال له ما انا قلت لك يا ابن حملك تقيل وصاحب عيال.
ما صدقتنيش. ازاي عرفها البابا كيرلس دي؟ انا مش عارف. لكن صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحدة رجعت من اسكندرية او جت من اسكندرية تفسح عند بنت خالتها. الكلام ده كان مثلا في الستينات. كانت التذكرة من هنا لاسكندرية باتنين جنيه واربعين قرش، مش عارف، ولا اتنين جنيه وتلاتين قرش، حاجة بسيطة يعني. فاللي حصل قعدت صاحبتنا دي تفسح وتروح جنينة الحيوانات وتروح الاهرام وتروح معرفش مين. الفلوس اللي معاها ايه؟ خلصت. فقالت لي بنت خالتها، بقول لك ايه يا بنت خالتي، سلفيني تلاتة جنيه، او على ما يقولوا بتوع اسكندرية تلاتة جنيه، ولما اوصل اسكندرية ابعتهم لك. قالت له ماله يا بنت خالتي، اتفضلي. راحت عطتها الايه؟ الفلوس. اخدت منها الفلوس، قالت طيب اخر زيارة ازورها بقى، اروح ازور البابا كيرلس. فرحت البطرخانة في كلود بيه في الدرب الواسع، دخلت تزور البابا كيرلس. وهي بتزور البابا كيرلس، البابا كيرلس قال لها تعالي يا بنت يا اسكندرانية. نعم يا سيدنا. قال له يا ابني. قال له نعم. قال له هات لها تلاتة جنيه من جوه. بتوع ايه دول يا سيدنا؟ قال لها يا بنتي ابوكي اولى من بنت خالتك، لما تعوزي تطلبي من ابوكي ولا تطلبي من بنت خالتك؟ طب اش عرفوا ان هو ان هي مستلفة تلاتة جنيه من بنت خالتها؟ انا معرفش الراجل ده كان بيعرف ازاي. هو كان راجل اقول لك عليه صدق ولا بد ان ايه، لكن احنا خطايانا واسامنا واقفة قدام عينينا، شرورنا ومعاصينا واقفة زي حاجز، نقول له ايه اللي لا دي؟ سامحنا يا فدينا، باركنا يا يسوع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع. واحدة بعتت لي جواب من اسكندرية بتقول لي كان عندها بنت وبتصلي ان ربنا يخاولها البنت. صوت السحب شوية. كانت بتصلي ان ربنا يخاولها بنتها، فاللي حصل انها حملت، وكانت وهي حامل تقول يا بابا كيرلس اديني، يا بابا كيرلس انا عايزة تديني. فكان نفسها تجيب ولد عشان ايه؟ يعني زي ما بيقولوا تخاوي البنت بولد. فلما حملت جوزها قال لها شوف يا بنت الناس، الواد اللي هيجي ده انا لازم اسميه على اسم ابويا، اسميه زكي. قالت وانا يقولوا لي يا ام زكي برضه يعني ايه؟ مش هي. قالت لي شوف يا فلان، انا نادرة ان اذا جبت ولد هسميه كيرلس. قال لها ابدا، اسميها على اسم المرحوم ابويا عشان احيي ذكرى المرحوم ابويا. طب ده انا خايفة لحسن اجي اولد يحصل لي حاجة، ضميري تعبني. تقولوا لكن يا خايفة تقوله يعني يقولوا لي يا ام زكي، هيقولها ايه زكي ما هو ابويا، هتعمل لنفسها ايه؟ مشكلة. الا انها سابت الموضوع وتقول يا رب اتصرف انت، انا نفسي يكون اسم ابني كيرلس. وحانت ساعة الولادة وتروح منزلة ولدين عشان تسمي كيرلس وتسمي زكي، ويجي لها البابا كيرلس في المستشفى قال لها مبسوطة كده يا ست عشان محدش ايه يزعل. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. عجائب الله في قديسين. بمناسبة ما احنا هنتكلم النهاردة على لا تسرق، عيلة في امريكا كانت حاطة صورة البابا كيرلس في وش الشقة كده، والناس دول خرجوا. وطبعا هم قاعدين في ولاية اسمها شيكاغو، وشيكاغو دي معروفة بالحرامية. فيظهر حرامي راح فتح الايه
الشقة وفوجئ بالصورة في وشه ابو عمة غليظة ده وماسك في ايده صليب وحاطينه في وش الشقة. بيقولوا انه الحرامي اتخض ووقع على صدره ولسانه اتربط ما قدرش يقوم وفضل على الحال ده لغاية ما يقوم اهل الشقة ومسكوه. ايه يا عم انت في ايه؟ قال لهم انا داخل لقيت الراجل ده وقعت وربطني ما قدرتش اتحرك لغاية ما انتوا جيتوا. قعد يبوسوا في صورة البابا كيرلس ويقول له فعلا انت حامي شقتنا وشفاعتك مالية ومليانة بركتنا وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. سيدة كتبت في جواب بتقول كنا في العالمين في المصيف وجوزها معاها لكن جوزها سابها هناك هي وبنتها الصغيرة ونزل الشغل يعني سافر وسابهم في المصيف. فبتقول ان هو سافر من هنا وبنتي حرارتها ارتفعت من هنا وانا في صحراء اروح فين واجي منين في المصيف وفي الصحراء. بتقول يعني اللي قدرت اعمله ان انا استخدم يعني برشام معرفش ايه لكن مفيش فايدة الحرارة مش راضية تنزل. لكن بتقول افتكرت اني انا معايا زيت من زيت البابا كيرلس في الشنطة بتاعتي. بتقول فطلعت زيت واعمل ايه فقالت يعني عصت صباعي زيت وزي ما بيعمل ابونا دهنتها بالزيت والبنت سخنة نار سخنة نار. وبعدين البنت نامت ونعست صحيت الصبحية بتقول لها يا دودة حبيبتي اجيب لك كوباية لبن. قالش لها لا البنت على فكرة عمرها سنة وتسعة اشهر يدوبك بتطلع الكلام بالعافية. قالت لها لا مش هصلى بلبن. قالت لها ليه؟ قالت لها البابا لولوس زقاني من شوية. شفتيه فين يا حبيبتي؟ قالت لها وانا نايمة وقال لي قومي يا دودة تحط ايدها على راس البنت تشوف حرارة تشوف حاجة. البنت بقت زي الايه زي الحصان. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. راجل اسمه عم يونان قالوا له ما دريتش ده البطرك بتاع النصارى يا اخي بتاعكو ده راجل بركة او بيعرف الناس. قال يا اخي يعرف الناس ايه؟ ليه يعني بيضرب المندل؟ انا ما صدقش في الكلام ده. قال له طب تعال نشوف. قال طيب ادين انا اسمي يونان وعمري ما شفته هشوفه يعرف اسمه ولا لا. فدخل عم يونان مع قرايبه الصالون بتاع البابا كان يستقبل الناس. البابا كده كان باب من هنا وباب من هنا الناس تخش تسلم تاخد بركة وتطلع. اول ما دخل العم يونان ده الا والبابا كيرلس قال له جيت يا هراب. قال اه ده اكيد واحد اكيد مش انا اكيد ده يعرفه. بيبص وراه كده قال له انت 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 يا هراب. قال له انا ايوه انت ابو بدله كحلي انا يا سيدنا. ما يعرفنيش اها عشان تعرف ان ضربت معاه لخمة فكرني واحد يعرفه عشان تعرف ان الخطوط دخلت عنده ايه على بعض. انا قال له ايوه انت. قال له قريبه شايفين اهو ما عرفنيش عمل نفسه عرفني وهو ايه ما يعرفنيش. قال له يا سيدنا هو قداستك تعرفني؟ قال له ايوه يا ابني. قال له تعرفني ازاي يا سيدنا اول مره اجي؟ قال له مش انت يا ابني يونان ويونان ده الهراب اللي هرب من ربنا. الراجل راح ساجد قدام سيدنا قال له يا سيدنا اخطيت وسامحني وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد كان راح دير مرمينا والبابا كيرلس كان هناك والراجل ده واقف في الكنيسة من ورا ويعني حدث امر كده شايف الراجل بقى الراجل ده وكان راجل من اسكندرية وكان راجل مش مسيحي يعني. فبيقول للراجل اللي رايح معاه طبعا رايح يتفرج
اللي هو الراجل اللي ابونا ده اللي قدام ده بيبيع عرق سوس عشان شايف ابونا بيضرب بالايه بالدفع. قال لي يا اخي عيب بس ما احترم ده بيت ربنا بس. قال له صدقني شكله كده زي ايه زي بتاع لقرق سوس. وطبعا كاتدرائية مرمينة يعني اكبر من كنيستنا دي فتلاقي طبعا زحمة وفين بابا كيرلس خلص والناس بتسلم وده واقف وده وقف الصف زيه يعني هو البطرك يعني معلمين النصارى ولا على راسهم ريشة كله وقف الصف. وجي عنده صاحبنا دوه وجاي يسلم على البطرك راح يمسكه من شعره وراح بالقلم المحترم وراح ايه وراح نقوله له قال له احنا ما بنبيعش عرق سوس يا ابني. قال له طب ده الراجل ده كان ورا وانت يا سيدنا كنت فين؟ كنت جوه الهيكل. جبتها ازاي دي؟ انا ما اعرفش لكن هو ده البابا ايه البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. الاسبوع ده جاني جواب بالتحديد يمكن من 4 ايام من سيدة من المعادي بتحكي فيه قصة غريبة جدا وانا يعني بديت اكتبها في جزء 14 من صدق ولا بد ان تصدق كتاب. يعني بتقول بنتي السنة اللي فاتت في 96 جالها دور سخونة. بنتها دي في ثانوية عامة اللي هو تانية ثانوي يعني على النظام الجديد. بتقول خدناها وطلعنا على الدكتور. الدكتور قال دي نزلت برد شديدة. بتقول خدت الدواء لمدة اسبوع الحرارة طلعت ما نزلتش. خدناها لدكتور تاني الدكتور التاني برضو يعني ما جابش معاها نتيجة فاضطروا يجيبوا دكتور حميات اسمه دكتور اديسون دكتور معروف في الحميات يعني. فالدكتور قال لهم دي لازم تتنقل دلوقتي مستشفى الحميات بتاع امبابة عشان نعمل لها بذل في النخاع دلوقتي. بتقول الام نقلنا البنت الساعة 2 صباحا ودخلوها اوضة العمليات عشان يعملوا لها بذل. بتقول وانا عمال اعيط وابو البنت بيعيط والبنت هتروح من ايدينا. قالت لكن جه على دماغي البابا ايه البابا كيرلس. قالت له فين صليبك يا سيدنا فين صليبك يا سيدنا شفاعتك يا سيدنا احنا خطاه صلينا انت. مش بيقول صلوا بعضكم من اجل ايه من اجل بعض وطلبة البار تعمل ايه يا جماعة تقتدر كثيرا في فعلها. بتقول عدنا نعيط واخيرا طلعوا البنت من اوضه العمليات دخلوها في اوضة. فالبنت بدت تفوق شوية. فاللي حصل ان لما بدت البنت تفوق وهم دخلوا البنت قالت لهم اطفوا النور. ليه يا حبيبتي؟ قالت لهم عشان عندي ضيف واقف بيكلمني اطلعوا برا. طب ضيف مين يا حبيبتي؟ بتقات يا ظهري. ايه اللي في ظهرك يا حبيبتي؟ قالت لها الصليب بتاع سيدنا خبطني بيه على ظهري. فالام بتقول خفت انا وابوها وخرجنا برا. وبعد شوية يمكن نص ساعة حسب كلامها في الجواب تقول لابوها خش يا فلان. يقول لا انا خايف. تقول له خايف من ايه؟ طب اقول لك تعال نخش مع بعض هنسيب البنت كده. لكن سمعين البنت بتتكلم وفي اللي بيرد ايه اللي بيرد عليها. بنقول دخلنا بنقول للبنت في ايه يا حبيبتي؟ قالت لهم ليه دخلت دلوقتي؟ انتوا فتحتوا الباب من هنا وهو مشي ايه من هنا. شفت ايه يا حبيبتي؟ قالت لهم شفت سيدنا البابا كيرلس وجايب لي صوره للست العذراء حطها لي على راسي. هما طبعا ما شافوش صوره لكن البنت بتقول البابا كيرلس دهني بالزيت. وتقول بصينا في وشها لقينا فعلا بقعه زيت على راسها من هنا. وبتقول بعد كده البنت الحراره انخفضت تماما. الممرضه ضربت تليفون لمدير المستشفى كان تعليقه ان هذا الامر لم يحدث في تاريخ الحمى الشوكيه اللي كانت عند البنت
ولا حدث ان الحرارة نزلت مرة واحدة. طبعا بالنسبة لي انا اقول لا دي تحصل ونص كمان، طالما فيها البابا كيرلس يبقى ايه، يبقى تحصل. وبتقول تاني يوم خدناها وروحنا. والعجيب ان البنت امتحنت ثانوية عامة السنة دي وجابت 95% اتدهنت بايد البابا كيرلس. ده انا بقول ده قليل عليها 95، يدينها البابا كيرلس يجيب 95 بس، دي مفروض تجيب 195%، مش كده ولا ايه؟ لكن خطايانا الكثيرة وشرورنا الوفيرة وذنوبنا اللي واقفة ومعاصينا قدام عينينا هنعمل ايه؟ هنقول له سامحنا يا فدينا. كان في اب كاثوليكي في كنيسة سانت تريز في شبرا كان اسمه ابونا ادمون. ابونا ادمون ده كان راجل طيب، وكان في دكتور خاص بتاع البابا كيرلس يحب ابونا ادمون ده قوي. ابونا ادمون ده كان راجل كبير وعجوز وتعب، ودخل المستشفى ودخل العناية المركزة في المستشفى اليوناني على ما افتكر. فحالته اتأخرت قوي، قالوا ده تعبان خالص وده ما بي يعني ما فيش في وعيه، يعملوا ايه؟ فاللي حصل اني طلع يجري الدكتور يوسف رياض للبابا كيرلس قال له يا سيدنا ابونا ادمون. قال له مين ادمون ده يا ابني؟ قال له ابونا ادمون ده بتاع سانت تريس شبرا، اسيس كاثوليكي وراجل حبيبي وهو في العناية المركزة. قال له يعني ماله يا ابني؟ قال له ده في الامر ده سيدنا في تعبان خالص. فالبابا كيرلس قدامه بونبونيرة فيها بونبوني، راح مفرغ ورقة كده وحط البونبونية ببقه، والبابا كده شغل البونبونية كده ببقه لمدة مثلا 10 ثواني، وراح مطلع البونبونية تاني لفها في الورقة اياها بتاعتها وقال له خد يا ابني روح حطها له ببقه وربنا هيتمجد. طلع يجري دكتور يوسف رياض واخد الدواء بقى اللي هو الايه؟ البونبوناية، وطيران على المستشفى اليوناني في العباسية. وطلع يشوف بقى لما يكون دكتور كبير واخد البونبوناية دي برغم ان ابونا ادمون ده عنده سكر مثلا، وطلع يجري وقال له ما نخش غير مركزة. قال لا ده دكتور، ده انا اسمحوا لي بس انا ثانية واحدة. ودخل الدكتور يوسف رياض وطلع البونبوناية بتاع البابا كيرلس وفتح بق ابونا ادمون وراح زائق له الايه؟ زائق له البونبوناية. دقها بقى هو مش واعي وكده بدا يستحلي الايه؟ البونبوناية، وبدت البونبوناية تتحرك وبدت الغدد اللي هنا دي يظهر فيها ايه؟ النبض كده شوية، وبدا يبربش بعينيه. ما البونبوناية بدت ايه؟ تشتغل. وشوية لسانه بدا ينطق. شوية قال لهم اعدوني. اعدوك؟ ده انت مش دريان بعيشتك، ده انت تعبان خالص. قال لهم اعدوني، راحوا مقعدينه. اسندوني. طيب عايز اروح دوره الميه. يا عم ده انت ما تقدرش تحرك. لا لا ودوني. المهم راح دوره الميه ورجع قال لهم انا ماليش طهقان اقعد على السرير، قعدوني على كرسي. على كرسي شويه كده ما فيش يمكن نص ساعه وعدى مدير المستشفى. قال لهم لا ده انتم مخليينه ليه؟ ده يخرج، ده بقى ما فيهوش حاجه. لكن عايز اعرف من نص ساعه كان اسمه هيتكتب في الوفيات، ودلوقتي بقى اسمه في عالم الاحياء. ايه اللي حول القصه دي؟ ضحك الدكتور يوسف رياض وقال له معلش اصلي ده البونبونايه بتاعت البابا كيرلس. قال له يعني ايه؟ قال له بحكيها لك بعدين. قال له انا فاكر انك جبت دواء ولا يعني حاجه كده منشطه، وعايز اعرف يعني حاجه مستورده يعني. وفعلا هي مستورده. مستورده منين؟ من السماء. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. الله العجيب، الله العجيب. اخت من اسكندريه
بتحب البابا كيرلس قوي قوي، وجت في ليله حلم ان البابا كيرلس حلم جميل كده، وبعدين بيقول لها كفايه يا بنتي بقى انا همشي. ايك تمشي ليه يا سيدنا؟ خليك معايا، ده انا ما صدقت وايه ولقيتك. قال لها لا يا بنتي خلاص بقى انا همشي. ايك لا يا سيدنا خليك. قال لا يا بنتي عندي مشوار لغايه الصعيد. هتروح تعمل ايه يا سيدنا في الصعيد؟ قال لها واحد اسقف يا بنتي هروح اجيبه هيسافر معانا فوق. وحلمت الحلم ده وصحت الصبحيه قالت له في اسقف في الصعيد هيموت. انت بقى تشغلت له انا شفت البابا كيرلس وقال لي كذا كذا كذا. تاني يوم بتفتح الجرايد لقت انتقل الى الامجاد السماويه مثلث الرحمات الانبا بيمن اسقف ملوي وانصنة والاشمونين. يبقى اللي كان جاي ياخده كان مين؟ البابا كيرلس. ربنا العجيب، ربنا الايه العجيب، ربنا شغل ربنا ده. عشان كده ربنا نقول له ارفعني لفوق خاتم ليك. ربنا حلو.